انت بخير. بخير هنا. بحكي المثل غابة السباع كملي. بحكي المثل غابة السباع كمل. غابة السباع؟ ما بعرف. شكرا. غابة السباع حضرت ما بعرف. شكرا. شو أكمل لك؟ غابة السباع؟ والله ما بعرف. شكرا. أهلين. والله ما بعرف. شكرا. عفوا. بيقول المثل غابة السباع كمل المثل. ما بعرف. تعرف؟ لا والله ما بعرف. البر وتوسع الفلا والعب فيها يا أبو الحسين ونام. شكرا. عفوا. كلامتك. أنت بخير. بحكي المثل غابة السباع كمل. شو بعرف من هالسؤال يا فهد؟ تعرف؟ لا والله ما بعرف. تعرف؟ لا والله ما بعرف. تعرف؟ لا والله ما بعرف. غابة السباع؟ والله اسف ما بعرف. شكرا. بقولوا بتطلع ضباع او بتيجي ضباع بس ما بعرف يعني هذا هو صحيح او لا يعني. شكرا. والله مش عارف. شكرا. كل عام وانت بخير. انت بخير هنا. بحكي المثل غابة السباع كملي. ما بعرف. تعرفي؟ لا لا. شكرا. نعم. أنا إشباع رجال والله مانيش عارفة آسفة بغير فيها الحسيني. شكرا. كل مثل غابة السباع كمل. والله مش عارفينه. غابة السباع كمل. والله ما بعرف الحقيقة. شكرا. عفوا. مداري ما بعرف إشي. شكرا. عفوا. بحكي لك مثل وتكمليه. المثل بحكي غابة السباع كملي. غابة السباع. تعرفي؟ لا والله اول مرة. عمره مر لا. طيب كل عام وانتم بخير. انت بخير. غابة السباع. غابة السباع عقبة انمار. شكرا. عفوا. مثل بحكي غابة السباع كملي. ايش هي؟ غابة السباع. تعرفي؟ ترى عنا وش هي؟ تعالي بتعرفها وش هي؟ تعالي. تعرفي؟ لا. شكرا. والله يا ما بعرف. ما مر علي؟ ما مر علي لا. شكرا. اهلين ناس. كل عام وانت بخير. بخير صحة وسلامة. بحكي المثل غابة السباع كمل. نعم؟ غابة السباع كمل. تعرف؟ ما بعرف. انا بحكي. ايوه. تفضل. غابة السباع حضر الضباع. صح 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 المثل صح. طب انزل لعنا شوية. كل عام وانت بخير. وانت بخير. شو اسمك؟ جميل محمد القرالي. طبعا هو بنحكى وحضرة الضباع او غابة السباع ولعبة الضباع نفس الاشي. نعم كل شيء له دور يعني. صح صح. مع السلامة. لا بدنا نعطيك جائزة. خلاص بس. ما بدك تاخذ جائزة. ما اخذ جائزة. يلا هاتيها جاي. انت مستعجل. هاودي اركب الباص. هلا الباص بستنى ما راح يروح اليوم. استنى. مسؤولات ثانية خلص بس غثيان صايب بس يلا مضيته. هذه الجائزة وخلصنا. يلا هلا بنجيب لك الجائزة. يلا. وين بلدتك أنت؟ كثربة. كثربة يعني مش بنفس الكرك أنت هون؟ من كثربة. كثربة قديش بتبعد عن الكرك؟ يعني حوالي 25 كيلو. والله مسافة. نعم. تيجي بتشرة من هون يعني؟ قضاعي. تيجي بتشرى من هون؟ لا والله انا جاي من الشغل من هناك. شو بتشتغل؟ بشتغل في البوتاج. البوتاج؟ نعم. كل عام وانت بخير. وطبعا هاي جائزتك. هاي الشرشف هذا هديه. يلا. الف مبروك عليك. شكرا. شكرا 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 للاذاعه الهاشميه.